أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من سب الصحابة رضي الله عنهم وقع في مسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك، لأن الرسول عدلهم وأثنى عليهم ونهى عن سبهم، فالذي يطعن في الصحابة يكون طاعنا في الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه عدلهم، وهذا يكذبهم ويخونهم، فهو يخالف الرسول ويطعن في تعديل الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.